تمام. العراق مقبل على مجاعة، بعد أكثر شيء 10 سنين سعر النفط راح ينزل يصير صفر، لأن كلفة الإنتاج ستعادل سعر النفط اللي راح ينباع. هذه هي المسألة هنا. أنا التقيت أحد مسؤولين كبار في العراق قبل حوالي سنة ونص، فقلت له على هاي النقطة، قال والله هاي مصيبة إذا إحنا راح نوصل نقطة الواردات مالتنا تصير صفر، لأن سعر الكلفة بقى سعره. قلت له المصيبة مو هذه، قلت له المصيبة أنه أنتم تدخلون البلد فلان الحزب الفلاني الشيعي والسني، أنتم ما تعرفون بهاي المصيبة الجاية. أكثر شيء مع احتراماتي للأخوة، مع احترامتي للبرنامج، أنت تفكر والله نزل سعر النفط دولارين، نزل 3 دولار، إيش راح يصير بينا؟ نقدر نوفر؟ هاي مو يعني مشكلة، مشكلة خلال 5 سنين تمام يبني تصاعد ينزل سعر النفط. تمام.